بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم تلاوة عطرة من القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولي أن جاءه الأعمي وما يدريك لعله يزكي أو يذكر فتنفعه الذكر أما من استغني فأنت له تصدي وما عليك ألا يزكي وأما من جاءك يسعي وهو يخشي فأنت عنه تلهي كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفره ضاحكة مستبشره ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.